مفيش مشاكل. الحاله بقى والروح اللي موجوده بين حراسك شايفها ازاي في التنافس؟ التنافس طبعا ده يعني اللي انا شايفه ما بقاش عنده روح التنافس اساسا ما بجيبوش يعني. واللي ما بيبقاش متضايق انه ما بيلعبش ما بحبوش. واللي هيعملوا لك مشاكل كده في المعسكرات؟ لا لا، ما هو لا، ما هم عارفين. انا بضحك. لا هم عارفين. لو هم عارفين ان احنا كجهاز يعني عايزين ناس مقاتله وناس مصابره وناس عندها جلد وعندها تحدي، واحنا كتيم ورك دايما يعني بقت سمه الناس اللي احنا بنحب نجيبها هم دول، يعني هم الناس اللي بتكافح وعايزه تعمل حاجه مصر، وعندهم جلد وعندهم وقت. انكار ذات، وعندهم زي ما انا قلت للحضري مثلا في بطوله افريقيا انت الثالث تيجي ولا ايه؟ قال انا هاجي اشيل الجزم. مظبوط. وجه ولعب. فالمساله بالنسبه لنا مساله هي، هو انت كجهاز او كمدرب انت بتسمع وتشوف واحده في الثانيه في الثالثه بالظبط، يا بتصرف نظر يا بتاكد على ان ده يستحق. مظبوط.